السلام عليكم. شهد عام 2021 الذي لم يتبقى منه إلا أيام قليلة على رحيله، شهد الكثير من الأحداث السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق، لا سيما في المحافظات المنكوبة التي ما زالت تعاني من آثار الحرب وسط إهمال حكومي لمأساة هذه المحافظات رغم مرور أكثر من 4 سنوات على نهاية الحرب. ولإعادة تسليط الضوء على المحافظات المنكوبة ومعاناة سكانها والنازحين منها، نناقش في هذا الملف في هذه التغطية الخاصة بحصاد العام هذا الموضوع، حيث سينضم إلينا في الاستوديو المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات الأستاذ عادل الخزاعي. أستاذ عادل، مرحبا بكم. تحية طيبة لك أستاذ محمد والرافدين المتابعين الكرام. حياك الله سيدي الكريم. وأيضا سينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم أستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد السلام الطائي. دكتور عبد السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، وتحياتي لضيفكم الكريم. أهلا بك دكتور. مشاهدينا، وقبل البدء ندعوكم لمتابعة هذا التقرير. لم يختلف عام 2021 على العراق ككل والمحافظات المنكوبة بشكل خاص، إهمال حكومي وأزمة نازحين مستمرة فاقمها طول أمد التهجير ومكابدة قساوة العيش في المخيمات من الموصل إلى الفلوجة والرمادي مرورا ببيجي وديالة وحزام بغداد. تشابهت الصورة وإن تباين حجم الدمار. هنا مدن لا يكاد سكانها يلتقطون أنفاسهم بعد الحرب حتى تأتيهم سياسات السلطة التي يعدونها مجحفة بحقهم. أجواء الحرب طابقت ما بعدها، فبدلا عن الطائرات هناك حملات الاعتقال اليومية التي تفضي إلى الإخفاء القسري، وحل السطوة الميليشيات والأحزاب مكان الحصار والتجويع. الميليشيات المتنفذة تتحكم بشتى مفاصل الحياة في المحافظات المنكوبة، فهناك مثلا مكاتب اقتصادية تسيطر على المشاريع وتفرض أتوات على السكان، هذا فضلا عن طرق التهريب التي تستخدمها الميليشيات لتمويل نشاطاتها. تنوعت معاناة سكان المدن المنكوبة بين من يبكي ضحاياه في الحرب وبين من ينتظر خبرا عن المخفيين قسرا، وآخر يعيش بترقب مستمر خشية إلباسه التهمة المعتادة أو خشية تهجيره مرة أخرى. ثم من يتحدث عن رابط مشترك بين إرهاب الجماعات المسلحة وإرهاب السلطة، غير أن الأول يكون مذموما ومحاربا والثاني لا يخرج للعلن، وإن ظهر فيكتفي المجتمع الدولي ببيانات التنديد أو المطالبة بالتحقيق. هنا واقع يشبه ماضيه، والأمل بغد مختلف يتلاشى لدى السكان يوما بعد آخر. إذن مشاهدينا الكرام، نناقش في هذه التغطية المحافظات المنكوبة وأيضا معاناة سكانها ومعاناة النازحين في من تلك المدن. أجدد الترحيب بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ مع الأستاذ عادل الخزاعي. أستاذ عادل، هناك من يرى أن عام 2021 هو عام النازحين في العراق بامتياز، وذلك لما شهدوه من أزمات بدءا من حرائق المخيمات، أيضا دخول قرى جديدة في قائمة التهجير، إغلاق المخيمات وعودة قسرية لبعض النازحين، لكن هنا كيف تقيمون أوضاع النازحين في العراق في ظل تعاقب تلك الكوارث؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم. عام 2021 لم يختلف كثيرا عن الأعوام السابقة من ناحية الانتهاكات. حقيقة كان هناك سجلت هناك انتهاكات كثيرة في عام 2021، آخرها المقدادية، والكثير من الانتهاكات بدأت بتهجير 15,000 عائلة من اللطيفية، وتهديد بالتهجير الطارمية، وتهديد بتهجير البكرية، وأيضا إلغاء الكثير من عقود الزراعية في الرضوانية، وهذا كله يندرج نحو تحت التهجير. أيضا
يعني 2021 كان الكثير من أحداث، كثير من المآسي حقيقة. نعم. النازحين لم يشهد أي حل لموضوع النازحين إلى الآن، الكثير من القضايا لا زالت على حالها، بل من أسوأ لأسوأ. قضية مدن مفرغة لدينا في العراق، هناك من يقول بأنه هناك في محافظة ديالى لوحدها يعني 11 قرية خالية من سكانها. تأكيد. نعم. قرية يعني عندك قرية نهر الإمام. نعم. وهناك قرى محيطة كثيرة في ديالى. نعم. مفرغة من سكانها على غرار جرف الصخر ومدن في صلاح الدين ومدن في الأنبار. هؤلاء المدن تم تفريغها لإعدادها لمرحلة قادمة هي التغيير الديموغرافي. التغيير الديموغرافي. نعم. الغاية منها التغيير الديموغرافي. هذا هو التغيير الديموغرافي حقيقة. نجحوا هؤلاء مع الأسف الشديد. نعم. يعني في إحداث هذا التغيير الديموغرافي وتهجير هذه المدن. حقيقة كان هناك يعني تقصير واضح من المنظمات الدولية. نعم. تقصير واضح من يعني نحن لا نعول على الحكومة العراقية لأنها أساسا هي متهمة. نعم. بهذا الموضوع. نعم. ولكن نتكلم عن المنظمات الدولية التي يفترض أن يكون لها يد رادعة لهذا الموضوع، وهو مخالف للوائح الإنسانية، مخالف للقوانين في الأمم المتحدة، في يعني جميع المنظمات الدولية. نعم. طيب. يعني تجاهل واضح لكل الجرائم مع كل الأسف. هناك حقيقة الحكومة لماذا. نعم. لا تتعاطى مع هذا التهجير الديموغرافي المدروس؟ يعني لماذا لا تتعاطى مع هذه المشكلة تحديدا؟ هل هي مشاركة فيها؟ الحكومة متهمة. نعم. بهذه المسألة. يعني لو رجعنا إلى قضية المقدادية. نعم. التي حصلت منذ شهرين أو أكثر. نعم. قضية المقدادية الحكومة العراقية لم تكن لها يد رادعة، بل كان هناك تواطؤ واضح من قبل القوات الأمنية المتواجدة للقوة الماسكة للأرض في تلك المدينة، كان لها تواطؤ واضح. طيب. في تهجير هؤلاء الناس. طيب. دكتور عبد السلام الطائي، أجدد الترحيب بكم. هناك من يرى أن أزمة النازحين والمهجرين هي أبعد من شقها أو من شقها الإنساني. الأبعاد السياسية، ما هي برأيكم في موضوع أزمة النزوح في العراق؟ نعم. استراتيجية شد الأطراف. نعم. لبن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل تقوم على تقسيم جزيرة العرب الكبرى إلى جزر صغرى كجزيرة السنة والشيعة والدروز والحوثي، لتصب هذه الجزر الصغرى بجزيرة إسرائيل الكبرى نهاية المطاف. استراتيجية خميني وأحزابه في العراق قسموا العرب إلى شيعة وسنة ومكونات ودونوها في الدستور. نعم. لتصب هذه المكونات ببلاد فارس، فلا فرق بين استراتيجية بن غوريون الصهيوني وبين استراتيجية ولاية الفقيه. الأهداف هناك الأهداف نعم جيوسياسية وأقليمية، منها بناء جدار ديموغرافي غرضه حماية تحرك هذا الجدار الديموغرافي، هو لحماية تحرك الحرس الثوري الإيراني في العواصم الخمسة المحتلة وليست الأربعة المحتلة كما يدعي قادة إيران. طيب. هناك خمس عواصم عربية محتلة: الأحواز، بغداد، دمشق، بيروت وصنعاء. فسأضرب مثلا حول مناطق تحرك الحرس الثوري الإيراني ضمن محيط هذا الجدار الديموغرافي، على سبيل المثال جرف الصخر، النخيب، كركوك، الزبير في البصرة. هذه المدن الآن هي مستعمرات، سكنات عسكرية إيرانية محاذية للمملكة العربية السعودية وللكويت. نعم. والموصل وتل الأحفر محاذيتان إلى سوريا. الغرض من هذا الجدار الديموغرافي، غرض إيران، هو عزل تركيا السنية عن العراق وعن سوريا. هنالك أيضا هدف اقتصادي وسياسي للسيطرة على أموال تهريب الغاز والنفط والمخدرات والمتاجرة بالأعضاء البشرية وتهديد دول الجوار. مثلا ميليشيات الحشد الشعبي في جرف الصخر وفي النخيب قامت بتهديد وبرشق المملكة بالصواريخ. إيران تريد أن تمسك القنبلة الديموغرافية بيد
وبيد أخرى تمسك القنبلة النووية للضغط بهما على جدول الأعمال السياسي في الأمم المتحدة وعلى أمريكا في مفاوضاتها، ومن أجل أن يكون لها موطئ قدم في نفط البصرة وكركوك المتجه إلى سوريا بانياس ثم إسرائيل مستقبلا، والسيطرة على الطريق الذي سيمر منه طريق الحرير الصيني، وليكون لها موطئ قدم بخارطة الشرق الجديد مع إسرائيل. فالتهجير القسري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية في كركوك وبغداد والطرمية والمقدادية وغيرها بموجب القانون الدولي تعتبر جريمة حرب حسب اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 77 ونظام روما الأساسي لعام 98. هدف آخر للتغيير الديمغرافي هو التناغم والتوائم ما بين الدين الإبراهيمي وما بين الدين الصفوي. لذلك في الوقت الذي إسرائيل والمنظمات الصهيونية تدعو إلى الدين الإبراهيمي، قامت الأحزاب الإيرانية في بغداد بتقفي مسار سبايا الحسين عليه السلام. ولذلك هنالك تناغم من أجل خلق دين جديد، دين صفوي ودين إيراني. فقط إذا سمحت نعم دكتور تفضل. هنالك منحوتة جدا مهمة أثرية نفيسة عثر عليها عام 722 أي قبل 2700 سنة. تقول هذه المنحوتة: لا تقوم لإسرائيل قائمة حتى تسقط أنوار أسوار نينوى وأسوار بابل. أسوار نينوى سقطت بيد داعش والميليشيات هدمت سور الموصل. فداعش والميليشيات اسمان مختلفان لهدف واحد. وشكرا. طيب دكتور سأعود إليك في وقت لاحق، ولكن أنتقل للأستاذ عادل. أستاذ عادل، الأوضاع التي تفضلت بها قبل قليل، هل تراها أنها استثنائية في مناطق معينة ومخيمات نزوح معينة، أم يمكن تعميمها على كل العراق؟ حقيقة الأوضاع في المخيمات كاملة يعني عامة هي أوضاع واحدة. الناس النازحين هناك يعانون معاناة واحدة حقيقة، كثير من الإهمال التربوي الصحي التعليمي. هناك مسألة خطيرة جدا، أنه الأطفال الموجودين في المخيمات لم تصرف لهم إلى الآن أوراق ثبوتية أو جنسيات أو هويات. الكثير منهم لحد الآن لم يدخلوا المدارس. هناك حقيقة في هذا الطقس، لو أتينا الآن في هذا الطقس في هذا الجو البارد، هناك الكثير من الأمطار ودخلت إلى خيمهم. أوضاع النازحين بصورة عامة في كل المدن، من سواء كردستان أو كانوا في الموصل أو كانوا في الأنبار، وفي كل المدن هم وضع واحد، يعانون من إهمال إدارة المخيمات حقيقة. حتى أموال، يعني هناك الكثير من المنح جاءت إلى النازحين. أين ذهبت؟ تقاسمها حيتان الفساد، تقاسمها سياسيين الذين كانوا يدعون إنهم أهل لهؤلاء النازحين. لكن في النتيجة تقاسموا هؤلاء الأموال والمنح التي جاءت إلى هؤلاء النازحين. بالنتيجة أوضاع النازحين للأسف الشديد هي من أسوأ، من سيء إلى أسوأ. الحكومات المتعاقبة تعرف بأن هناك إهمال واضح من قبلها تجاه النازحين أستاذ عادل؟ ومن غيرهم يعرف، هم بالتأكيد يعرفون. يعني حقيقة وزيرة الهجرة هي تابعة لحزب، وهذا الحزب يمتلك ميليشيا. وكيل وزير الهجرة هو تابع لحزب ويمتلك ميليشيا أيضا. هؤلاء جميعا استفادوا من قضية النازحين فائدة مالية تجارية. صح. هناك الكثير، يعني لو أتينا إلى موضوع قضية المعروف بين قوسين قضية الثلج للنازحين، 6 مليار دينار صرفت كثلج إلى النازحين في فصل الصيف. في فصل الصيف 6 مليار دينار. 6 مليار دينار الثلج. نعم. هذا يعني يعتبر هذا شيء يسير من الأموال التي صرفت على النازحين، لكن تقاسمها هؤلاء الحيتان. وحال النازحين واضح، و يعني قضية النازحين من
يوم بعد يوم هناك وفيات حتى في داخل المخيمات. نعم. يعني قبل فترة اتصلوا بنا من أحد المخيمات في الموصل، تقول لا يوجد مستوصف صحي، يعني عندها طفل رضيع عمره نعم. سنتين. طيب. لا تستطيع الذهاب به إلى مستوصف صحي، لا يوجد طبيب، لا يوجد صيدلية، لا يوجد مواد إسعافية لو مرض نعم. أحدهم نعم. هناك أمراض مزمنة، السكري، الضغط، غيره، لا يستطيع أحد أخذ علاج أو صرف علاج في داخل المخيمات. طيب. دكتور عبد السلام، يعني ما تفضل به أستاذ عادل حقيقة يثير عدة تساؤلات. يعني على سبيل المثال، وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق في حكومة الكاظمي اعترفت صراحة بعملية نزوح عكسي للمخيمات، مبررة ذلك بوجود يعني بعدم وجود الخدمات، بمعنى آخر هو إهمال حكومي ونقص في الخدمات. لكن أين تذهب مخصصات المدن المنكوبة في ظل هذا الاعتراف؟ هذه المليارات الكثيرة أين ذهبت دكتور؟ نعم، الحقيقة هي الحكومة والأحزاب والميليشيات كما تفضل الدكتور مشكورا، هي جزء من السلطة، جزء من إيديولوجية السلطة، جزء من فلسفة وعقيدة السلطة التابعة لولاية الفقيه. فهذه الأموال وهذه التي تسرق من النازحين والعمليات التي تقوم بها أيضا الميليشيات، لأنهم جميعا هم جزء من المنظومة السياسية لولاية الفقيه الشمولية. فالحيل التي تستخدم، الحيل اللي في الانتخابات، الحيل الانتخابية، وهناك حيل برلمانية وحيل سياسية، وهنالك حيلة أكبر هي حيلة فقهية تدخل ضمن نظرية المال المجهول، أي التكليف الشرعي بالفتاوى الإيرانية للقتل وللسرقات وللفساد. فحولوا هذه الظواهر من حالة شاذة في السياسة وفي الدين إلى وكأنها واجب ديني إلهي. هذه النظرية سيد الكريم تبيح نهب المال العام واستخدامه من قبل الميليشيات حيثما تشاء، لكونه عفوا مشرعا في الفقه الخميني الذي يعتبر الدولة في عصر الغيبة كل ما تملكه يعد أمرا مختصبا، وكل من يستولي عليه من قبل الآخرين أي الأحزاب السياسية والقادة لا يعد فسادا. وأجازت هذه النظرية، نظرية المباني الفقهية أيضا، تخويل فقيه الحزب السياسي، أكرر، تخويل فقيه الحزب السياسي أو الميليشيات المسلحة تفويضا شرعيا مفتوحا للتصرف بأموال الدولة كما يشاءون، مثل أخذ الكوميشنات والاستيلاء على أموال النفط والاستيلاء على أموال ومساعدات النازحين وعقارات الدولة والمواطنين. وكلنا يعلم من يسكن دور المواطنين الذين هجروا والذين تم إخلاءهم أو تم قتلهم وخطفهم. العراق حاليا هو غنيمة حرب في فقه وعرف المحتل الأمريكي والإيراني، لذلك هذه الأموال مشرعنة ومقننة تذهب إلى جيوبهم بدون خجل ولا وجل. دكتور، تعتقد أن هذه الأموال أيضا تهرب إلى خارج العراق، إلى دولة من دول الجوار مثلا، لكي تخفف من وطأة العقوبات المفروضة عليها، تستبعد ذلك؟ أم أنها ربما لا تذهب إلى الخارج، هي في جيوب الفاسدين كما تفضلت؟ لا، بالتأكيد هي مزادات العملة أستاذ الكريم. نعم. واضحة كانت تهرب إلى إيران، جارت السوء إلى إيران، وكذلك هذه الأموال وأموال النفط وسيطرة الميليشيات أيضا على آبار النفط، وكذلك المكاتب الاقتصادية المهيمنة على المعابر الحدودية. المعابر الحدودية حسب تصريح رئيس هيئة المعابر الحدودية شهريا تدر بما لا يقل عن 10 مليار، ولا يعلم بها ولا تعلم بها الحكومة العراقية، ولا توجد أصلا سجلات. نعم. فالعراق ولاية إيرانية غير معلنة. وعلى سبيل المثال، منطقة جرف الصخر، منطقة جرف الصخر مستعمرة إيرانية بمعنى الكلمة، وكان فقط الذي يستطيع زيارتها وزير المستعمرات الإيراني المخبور سليماني. فبالتأكيد يعني هم جزء من ولاية الفقيه، والأموال هذه كلها تذهب طيب إلى
دولة الولاية. طيب أستاذ عادل، يعني أكثر من منظمة حقوقية محلية ودولية اتهمت الحكومة بعدم الإيفاء بوعودها بشأن النازحين، كيف تقيم تعاطي الحكومة مع أزمة النازحين في العراق؟ تعاطي الحكومة العراقية مع ملف النازحين تعاطي صوري ديكوري لا يعدو كونه إعلامي. نعم. وضع النازحين الآن في المخيمات بدون خدمات، بدون يعني بدون أدنى خدمات، بدون يعني لا وجود للصحة، لا وجود لوزارة الصحة هناك، لا وجود لوزارة التعليم هناك. نعم. تعاطي وزارة الهجرة والمهجرين أو ملف أو خلية الأزمة. نعم. استجابة ضعيفة، لا يعني لا يعني ترقى إلى مستوى الحدث. هناك حقيقة مآسي كثيرة يعني في مخيمات النازحين. استجابة الحكومة يعني حقيقة هناك موضوع مهم جدا بالنسبة للتعامل السلطات مع النازح، تعامل المسبب للحدث وليس تعامل الضحية. هذا يحملونهم المسؤولية بالتأكيد. هذا يعني يرسم سياسة الحكومة مع النازح، تحمله المسؤولية ولا تعطيه حقوقه أو خدمات. نعم. فبالتالي تعتبر أنه هذا هو سبب، وحتى تعتبره سجين أو تعتبره مواطن أدنى. ولذلك يعني التعامل معهم بفوقية، أكيد بفوقية. هناك يعني هناك مخيم في الموصل. نعم. يتعاملون مع النازحين، أنا يعني رأيت قبل فترة وصلنا فيديو يتعاملون معه بالعصي. يعني الحرس الموجودين على السجون يعاملونهم بالعصي وبالشتائم وبالمسبات وإلى آخره. الوضع لدى النازحين وضع مأساوي حقيقة. مأساوي. يعني في هذا البرد، في هذا الأجواء، يعني كان يجب أن يكون هناك خدمات لهؤلاء النازحين. يعني الفساد الإداري. نعم. الذي والتجارة التي تاجروا بها للنازحين، لو أعطوا ربع ما سرقوه لكان وضع النازحين يختلف كثيرا عن الآن. طيب ما المعوقات التي تقف حائلا دون التزام الحكومة بمساعدة النازحين؟ يعني أليس من واجب الحكومة أنها يعني يجب أن تعرف ما هي سبب هذه الفساد الموجود في المخيمات وبالتالي يمكن معالجتها؟ لماذا لا تلتزم الحكومة بحل مشكلة النازحين؟ ما الذي يعوق ذلك؟ حقيقة يعوق ذلك النوايا. نعم. الحقيقية، يعني أن لا يوجد نية حقيقية لحل هذه الأزمة. نعم. هناك جهات كثيرة مستفيدة من قضية بقاء اللاجئين النازحين. نعم. في هذا الوضع للفائدة المالية، مستفيدة اقتصاديا من هذا الموضوع، موضوع تجاري. وصبت لك قبل قليل شيء بسيط بستة مليار دينار. نعم. وهلما الكثير جرد من الملفات، ملفات الفساد وملفات البيع والشراء والمتاجرة بقضية النازحين. طيب أستاذ عادل، دكتور عبد السلام، يعني أزمة النزوح مستمرة منذ عدة سنوات، أيضا مرت عليها دورات انتخابية متعددة. هناك من وعد النازحين في دعايتهم الانتخابية السابقة، لكن هل تعتقد أن تصدق الوعود الانتخابية هذه المرة بأن مشكلة النازحين يجب أن تنتهي؟ هل تعتقد ذلك؟ بلا شك. لا، هي هذه الوعود أستاذ هي امتداد للوعود التي انطلقت منذ عام 2003. نعم. فما سبقها من وعود لا يختلف عن الوعود الحالية، ولن يختلف عن الوعود المستقبلية، لأن النظام نفس النظام، الإيديولوجية نفس الإيديولوجية. يعني النظام يتعامل كما ذكرت بحيل مع الشعب. نعم. لأنهم ليسوا كما، لأن العراق لم يوكل إلى ولاية أمره منذ عام 2003، ولذلك لا نسترجي خيرا من هؤلاء. عندما يوكل
العراق إلى ولاة أمره الحقيقيون العراقيون لا المستعرقون، حين ذلك نستطيع أن نقول أن الحكومة أو النظام سوف يوفي بوعوده. المشكلة أن من يحكم العراق الآن غير العراقيين، سواء ولدوا داخل العراق أو لم يولدوا. المهم توجهاتهم وإيديولوجياتهم، وقسم منهم مجبر لكونه هو كان بالأصل كان أسيرا ومهانا في إيران باعترافهم، وكلكم تعلمون بذلك كيف كانوا حتى يبصقون في وجوههم عندما تحدث ضيفكم الكريم وقال يهينون المواطن العراقي في المخيمات، شيء مؤلم والحقيقة محزن. هم يعكسون ما في داخلهم من إهانات، إحساسهم بالدونية وبالإهانات هو الذي يدفعهم للتعامل مع الشعب بهذه الوعود الكاذبة والوهمية وبهذا التعامل المهين، لأن الإنسان ينطق بما هو في داخله، والكلام الذي يخرج منهم كما يقال هو كلام بلاغ عن المتكلم. وشكرا. طيب أستاذ عادل، أوضاع النازحين في العراق كما تفضلت أشبه بوضع المعتقلين في سجن كبير كما تصفهم أنتم قبل قليل، وكما تصفه أحوالهم المنظمات الحقوقية العاملة على الأرض. الآن بعد غلق جزء من المخيمات، هل يمكن العودة لمناطق النزوح مرة أخرى؟ بمعنى، هل مناطق النزوح مهيئة لاستقبال النازحين العودة إلى ديارهم مرة أخرى أم ماذا؟ الكثير من النازحين غير قادرين إلى العودة إلى منازلهم. الكثير من المدن إلى الآن لم ترفع عنها المقذوفات والألغام، لم يعني يتركها الميليشيات، لا زالت لحد الآن تسكنها الميليشيات وتستعملها كمقرات آمنة لهم. طيب. ومستعمرات لهم. فوضع النازحين ورجوعهم في هذا، لا يوجد أصلا بنية تحتية، لا يوجد منازل، لا يوجد يعني محطات تحلية مياه، مدرسة، كهرباء، لا يوجد شارع وكهرباء. فكيف الرجوع إلى النازح بالنسبة يعني لهذا الوضع؟ صعب جدا عليه. بالنتيجة يحتاج إلى إعادة بنية تحتية قبل رجوع النازح إلى منزله. حقيقة معالجة بهذه الطريقة وإغلاق المخيمات بهذه الطريقة هي معالجة صورية لا أكثر، يعني يحاولون أنه ينهون ملف بسرعة لإحراجهم أمام المجتمع الدولي، لكن قضية النازحين وعودتهم في ظل هذه الظروف هو يعني انتحار للنازحين. كثير من المدن، لديك جرف الصخر مثال، لديك المقدادية. المقدادية هجروا مرتين. طيب. هذه المعلومة يعني لا يعرفها الكثير، هجروا مرتين. قرية نهر الإمام. وقرى الهواشة وما جاورها. عادوا قبل عامين بدية 2 مليار دينار عراقي. عن كل السكان؟ عن كل السكان، وعادوا إلى القرية. ولكن هجروا للمرة الثانية. هناك عدم ثقة للناس بالسلطات. هناك عدم وجود يعني هناك خوف حقيقي من الناس من السلطات، وما لأنه هناك يعني لما رأينا حادثة المقدادية كان هناك تواطؤ حقيقي، ويعني الحكومة كانت تغض الطرف عن الميليشيات. طيب. كانت تسرح وتمرح في تلك المدينة. طيب. الآن الناس غير مؤهلين إلى العودة. طيب. ما لم يكن هناك بنية تحتية جاهزة لاستقبالهم. طيب. دكتور عبد السلام، لابد من تحميل المسؤولية على جزء معين. هناك من يحمل الأجهزة الأمنية كافة المسؤولية، هناك من يحمل الميليشيات مسؤولية عدم عودة الأهالي إلى مناطقها الأصلية. سأبحث معكم هذا الموضوع، ولكن دعوني مشاهدينا ضيوفنا الكرام ننتقل إلى إنفوغراف يسلط الضوء على مشكلة النازحين وأيضا عن مشكلة المحافظات المنكوبة، فلنتابع.
إذا المشاهدين الكرام، نناقش في هذه التغطية الخاصة بحصاد العام المحافظات المنكوبة، وأيضا نناقش معاناة السكان ومعاناة النازحين. دكتور عبد السلام، يعني من يتحمل المسؤولية الأكبر؟ هل تتحملها الأجهزة الأمنية في عدم عودة النازحين إلى مناطقهم، أم تتحملها الميليشيات؟ المسؤولية الأكبر على من تقع دكتور؟ تفضل. نعم، والحقيقة لا فرق ما بين الميليشيات والأجهزة الأمنية. نعم. يعني لربما الميليشيات تكون مغلقة تماما، وخاصة الولائية، الميليشيات الولائية لإيران. نعم. الأجهزة الأمنية بالتأكيد فيها عناصر يعني من المواطنين العراقيين، ولكن مجردين من كل شيء، لا يستطيعون، ليس لهم أي تأثير ولا يمتلكون أي منصب بحكم نظام المحاصصة كما تعلمون. لأنه الأجهزة الأمنية وغيرها من الوزارات الأخرى تم توزيعها ومحاصصتها حسب المذهب الأعلى والمذهب الأدنى. المشكلة أيضا بالأجهزة الأمنية، كنا نناقش هذا الأمر البارحة، أنه في تقرير نشر على نشرته الواشنطن بوست تقول أن من كل 3 عناصر من الأجهزة الأمنية واحد منهم يتعاطى المخدرات. فالأجهزة الأمنية لا يعول عليها، لأنها أساسا هي مرتبطة بالأحزاب، وهذه الأحزاب أساسا هي مرتبطة بنظام الولاية. كلاهما يتحمل المسؤولية، لكن هنالك لربما فرق بسيط هو ما بين الأجهزة الأمنية بما فيها الجيش، ولاحظنا بعض المواقف الحقيقة للضباط وغير الضباط، وحتى من ضباط الشرطة. عرض هذا الفيديو على عدة قنوات، وعرض حتى بصورة متلفزة، الذي اعترض عندما ألقى القبض على معمم يتاجر بالمخدرات. فهنالك عناصر موجودة وطنية بالأجهزة الأمنية بالجيش العراقي، أما الميليشيات والولائية حصرا فلا يحول عليها إطلاقا، بل هي يجب أن تعتبر قوات احتلال، لأن ولائها وانتمائها لإيران أكثر من ولائها وانتمائها إلى العراق. فقط أود أن أعقب على ما تفضل به ضيفكم الكريم بخصوص موضوع المقدادية. الحقيقة موضوع المقدادية أو الخاصرة كما تسمى، موضوع المقدادية يشكل خطرا استراتيجيا على إيران. الخطر الاستراتيجي ازداد على إيران، سيما بعد عودة طالبان إلى الحكم ووصولهم على الحدود الإيرانية. طيب. وبنفس الوقت المناورات العسكرية التي أجريت في أذربيجان ومع القوات التركية على الحدود الآذرية. فإيران لا تريد أن توسع جبهة صراعها، تريد أن تحسم الموقف. لذلك قامت بتهجير أهالي المقدادية وقرية الإمام للمرة الثانية والثالثة، وستستمر. ولأن المقدادية أيضا هي أقرب مدينة إلى بغداد، وهي أقرب مدينة أيضا إلى سوريا، فتستخدمها إيران لدعم الميليشيات الإيرانية في سوريا، نقل الأسلحة، نقل المخدرات. ومن سوريا عبر القلمون تتجه إلى ميليشيات حزب الله في لبنان. فموضوع المقدادية هو موضوع استراتيجي، التغيير الديموغرافي فيه مرتبط بأفغانستان ومرتبط بأذربيجان ومحاصرة إيران من أذربيجان ومن أفغانستان، ومقتل إيران بإذن الله وتفكيكها سوف يتم من خلال أذربيجان وأفغانستان. ولذلك تريد أن يكون هذا الطريق سالكا للحرس الثوري وآمنا، حتى تستطيع التحرك والمناورة فيه من طهران إلى بغداد إلى النتف والبوكمال، وصولا إلى سوريا. طيب. ولبنان. أستاذ عادل، بالتوازي مع عزمة النازحين، برزت يعني خاصة في هذه السنة، في سنة 2021، برزت بشكل كبير أزمة اللاجئين العراقيين على حدود الاتحاد الأوروبي. كيف يمكن النظر إلى هذه الأزمة باعتباركم يعني المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات؟ حقيقة قضية اللجوء في يعني اللاجئين في بيلاروسيا المقاربة لحدود الاتحاد الأوروبي هي امتداد لقضية النزوح في العراق وغيره من الملفات والمشاكل. هؤلاء الناس هاجروا من البلاد لعدم وجود أرضية حاضنة، وتعاملت معهم الحكومات المتعاقبة بإجحاف، ظلم، تهجير، اغتيال الكفاءات، قتل،
يعني الكثير، لا وجود للعمل، لا وجود للبطالة بنسبة عالية جدا. هذا دفع الكثير من المواطنين إلى الهجرة. طيب هؤلاء حقيقة في هذه الأوضاع ما يقارب 6,000 إلى 7,000 لاجئ موجودين هناك. نعم. حقيقة في هذه الأوضاع، في هذا الطقس، هناك عوائل. نعم. يعني كان لنا اتصال مع عائلة في تلك الحدود يدفعهم البيلاروس إلى الحدود الأوروبية، والحدود الأوروبية بقيادة بولندا، يعني بولندا. نعم. ترجعهم وتخلي المخيمات الموجودة. نعم. حقيقة وضعهم سيء للغاية. كل هذا يتحمله من يحكم في العراق. نعم. من له سلطة القرار في العراق، لأنه هؤلاء لو وجدوا حقيقة حاضنة حقيقية لهم في العراق، وقضاء عادل، وجدوا حماية، وجدوا عمل، ما هاجر. نعم. لكن هذه الأوضاع كما قلت لك هي امتداد للنزوح والهجرة في العراق. هناك 171 مفقودا من هؤلاء الذين قصدوا الاتحاد الأوروبي. 171 من يتحمل مسؤوليتهم، خاصة أن الحكومات المتعاقبة التي أتى طبعا 171 من 2015 إلى 2020، هؤلاء لم يسأل عليهم أحد من قبل الحكومة. أليس من واجب الحكومة أن تدقق وأين ذهبوا، أين ذهب هذا الرقم 171 مخفي قسريا أو مغيب على الحدود الأوروبية؟ هل تتحمل مسؤوليتها الحكومة؟ هذا لو كانت حكومة تحترم نفسها وتحترم شعبها وتحترم مواطنيها، هذا من صفات الحكومات التي تتابع شعبها وتتابع أرواح شعبها وتخاف عليهم. طيب حقيقة الحكومة العراقية هي لا تسأل عن الموجود لديها في الداخل صحيح. بل لديها الكثير من الانتهاكات على يد الحكومة وعلى يد ميليشياتها وعلى يد وزراء فيها ويعني قادة فيها، فكيف من لمن يهاجر ويموت؟ طيب. حقيقة طيب. ملف الذين هؤلاء الذين فقدوا لم يتابع. السفارات الموجودة خصوصا السفارة العراقية الموجودة في بريطانيا وفرنسا، نعم، كانت موضوع 100 شخص الأكراد الذي أتوا بهم قبل كم يوم. نعم صحيح. كانت سفارة بريطانيا ترمي الموضوع على سفارة فرنسا، وسفارة فرنسا ترمي الموضوع على سفارة بريطانيا للتملص والتخلص. نعم. من هذا الموضوع والتهرب. طيب دكتور عبد السلام، نلاحظ أن الحكومة، حكومة مصطفى الكاظمي وأيضا الميليشيات، يصران على موضوع إعادة النازحين إلى مدنهم، ولكن في ظل عدم توفير بدائل آمنة سواء في العودة أو حتى في المخيمات. هذا الإصرار في ظل ظروف تلك المدن كيف نفسره؟ هو الحقيقة يعني لما يصدر قرار من رئيس دولة، نعم، يعني يجب أن يوفر مستلزمات نجاح هذا القرار. وإحنا سبق أن وعد الكاظمي الكثير من الوعود، والميليشيات دخلت إليه ووصلت إلى عقر داره. نعم. فموضوع العودة يتطلب أولا معالجة موضوع الأمن في تلك المناطق، معالجة موضوع الخدمات، مع حماية العائدين من عمليات الخطف وعمليات القتل وعمليات الاغتيال. هذه العوامل بمجملها إضافة إلى توفر السكن والخدمات في الماء والكهرباء وغير ذلك. فأنا أعتقد الغرض من إعادة تهجيرهم أيضا قسرا وغلق المخيمات غرضه تسهيل عملية الاختطاف والقتل والاغتيال. إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار قبل 3 أيام أو 4 أيام أن الميليشيات الولائية بدأت في منطقة الأنبار حصرا، بدأت بعمليات الشراء والبيع مثل ما يحصل في إسرائيل ومثل ما يحصل في الأحواز. نعم. عمليات أو يحصل حتى في سوريا أيضا من عمليات شراء وعمليات منع بيع وشراء لبعض الفئات المحرومة، المقدادية والطارمية
ومناطق الأنبار، هذه مناطق يعني من الصعب الآن إجراء عمليات بيع وشراء للعقارات إلا بموافقات خاصة. فأنا لا أعتقد أن عودتهم لصالح الحكومة ولا لصالح العائدين، هي عملية انتقام لا أكثر ولا أقل، وعملية الإمعان بالمزيد من الإهانة للنازحين ومن قبل دكتور عبد السلام. الميليشيات. دكتور عبد السلام، طبعا هناك بذريعة ملاحقة تنظيم داعش لا تزال الميليشيات ترتكب المزيد من الجرائم في ضد المدنيين، وأيضا توسع من عملياتها خاصة في قرى المقدادية، ولكن هل المجتمع الدولي ما زال يصدق هذه الفرية بأن هناك تنظيم داعش وبأن هناك لابد من القضاء عليه، وبهذه الذريعة تقوم بارتكاب المزيد من الجرائم ضد الأهالي والمواطنين في تلك المناطق؟ لا، بالتأكيد المجتمع الدولي يعني يعلم علم اليقين بأن لا فرق بين جرائم داعش وبين جرائم الميليشيات، لأنه كما ذكرت هم مجرد اسمان مختلفان لهدف واحد، سلوك واحد، القتل، التهجير، الخطف. ما لم تستطيع داعش القيام به تأتي الميليشيات لغرض استكماله، هو هدم أي بلد ومحوه من الخارطة. كل بلدان العالم والحضارات والثقافات تتكون من العمران ومن الإنسان، فداعش لما جاء إلى الموصل مثلا قام بهدم المتاحف وهدم الكثير من الآثار وسور نينوى وغير ذلك. وبعد أن خرج داعش جاءت الميليشيات والمكاتب الاقتصادية تقتل وتذبح بالناس وتهجر وتختطف، وهكذا يتم مسح خارطة المدينة أو الدولة التي يتواجدون فيها. المجتمع الدولي يعلم ذلك ومتواطئ أيضا بذلك، ولدينا ممثلة الأمم المتحدة خير مثال على ذلك. الرئيس ترامب قبل أن يخرج من السلطة بأشهر أصدر قرارا بحجب المساعدات عن مجلس حقوق الإنسان ومنظمة إنسانية أخرى، وعندما سئل عن السبب قال إنهما لا يعملان لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذه المؤسسات هي ليست مؤسسات مستقلة لخدمة المجتمع ولخدمة البشرية، وإنما لخدمة سياسة معينة وسياسة محددة. طيب أستاذ عادل، انتظار شهور بين الحدود البيلاروسية والحدود البولندية من قبل الآلاف من العراقيين العالقين هناك، لكن السؤال المطروح، لماذا تستمر هذه الأزمة من دون حل جذري من قبل حكومة مصطفى الكاظمي؟ ما الذي تستفيده الحكومة من وجود آلاف العراقيين عالقين على الحدود البولندية؟ حقيقة قضية اللاجئين هناك يعني صارت بين مطرقة وسندان، نعم، بين رجوعهم إلى العراق، وهذا ما يعني لا يتحمله المهجر واللاجئ، وبين وجوده في ذلك المكان. حقيقة قدر هؤلاء الناس اللاجئين أن يكونوا في بؤرة أزمة سياسية في أوروبا بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي، تدفع بهم الجهتين إلى بعض، نعم، كثير من العوائل، الكثير من الأهالي، حتى بعضهم فقد حياته في هذه الأزمة. نعم. حقيقة حكومة مصطفى الكاظمي لا تتابع، وهناك الكثير من التجاهل، حتى سفارة العراق في بيلاروسيا، نعم، يعني دورها ضعيف، لا تستطيع إيصال رغيف واحد إلى اللاجئين، نعم، لم يكن لديها دور واحد، حتى الكثير من منظمات المجتمع المدني حاولت الاتصال في السفارة العراقية في بيلاروسيا للذهاب إلى هؤلاء اللاجئين لإعطائهم القليل من المعونة أو المؤونة أو العلاج، كانت استجابة ضعيفة، لا يوجد نية حقيقية بالتواصل مع هؤلاء. الحكومة العراقية حقيقة تتجاهل علانية هذا الموضوع، وكما تفضلت بأن هناك يعني هي لا تعير اهتماما لأبناء الداخل، فكيف بالعالقين على الحدود البيلاروسية البولندية؟ نعم، الحكومة العراقية من خرج من العراق لا تهتم لشأنه تماما، يعني نعم. هناك قلت لك أنه هناك وفيات لم تتدخل الحكومة لجلبهم إلى العراق، نعم صحيح، دفنوا في ذلك المكان. طيب
دكتور عبد السلام، بسؤالي الأخير إلى جنابكم الكريم، يعني في ظل هيمنة الميليشيات وخطط تفريغ المدن وتغييرها ديموغرافيا التي تنفذ طبعا من خلال الأدوار المنوطة بالحكومة وبالميليشيات، السؤال الجدلي الافتراضي، هل يمكن أن يشهد عام 2022 حلا مرضيا وجذريا لأزمة النازحين؟ بلا شك، طالما الإيديولوجية والبرامج السياسية للأحزاب والسلاح بيد الميليشيات، والميليشيات هي دولة فوق الدولة في الوقت الحاضر، فلا أمل يرتجى لا حاضرا ولا مستقبلا. فقط أريد أن أعقب على مسألة إذا سمح الوقت. تفضل. موضوع المهاجرين الذي تفضل، مشكورا الحديث وتوضيحه الدكتور عادل الخزاعي. نعم. أنه الحكومة أنا في تقديري والميليشيات الولائية وحتى غير الولائية تفضل الحقيقة وتدفع وتشجع هؤلاء إلى الهجرة، لأن الذين يهاجرون هم غالبيتهم المطلقة من الشباب. صحيح. والشباب هم جزء من ثوار تشرين، فهذه أفضل وسيلة. بعد أن ثوار تشرين ولا زالت العزيمة في نفوسهم عجزوا عن تحقيق أهدافهم من قبل الحكومة، لم يبقى سبيلا أمامهم إلا الهجرة. نعم. لأن الغنى في الغربة وطن. كيف إذا ما توفرت القهر والظلم زائدا الفقر داخل الوطن؟ الحقيقة يعني هنالك موقع اسمه الإيروغرافيك ينشر تقارير أسبوعية. نعم. نشر قبل أشهر نشر تقرير اسمه إيراك ويكلي ستاتيكال. طيب. قال هنالك ثلاثة أسباب للهجرة الخارجية. أولها هي الأسباب السياسية، الذين يهربون الشباب من العراق، وثانيها الأسباب الاقتصادية والأسباب الأمنية. هذه الأسباب التي شخصها تقرير الإيراك ويكلي ستاتيكال، هذه هي نفسها التي تمنع أو تعرقل عودة النازحين من المخيمات إلى أماكنهم التي هجمت وهجروا منها. طيب. أستاذ عادل، بدقيقة لو تفضلتم، هل هناك حل لأزمة النازحين؟ كيف ترى مستقبل النازحين في عام 2022؟ في الواقع قضية النازحين قضية هي أزمة إنسانية حقيقية. نعم. يجب التعامل معها ليس محليا داخل العراق، بل يجب أن يكون هناك تدخل دولي لمساعدة هؤلاء الناس. إعادة النازحين هو واجب المجتمع الدولي وليس فقط العراق. نعم. العراق مقصر وهذا نعلمه جميعا، ولكن المجتمع الدولي أيضا لديه تقصير واضح في هذا الشأن. العودة للنازحين وإعادة دمجهم بالمجتمع وإعادة بناء مدنهم التي هدمت إبان الحرب. نعم. نعم. هذا حقيقة باختصار مهمة المجتمع الدولي ومهمة المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة. نعم. التي وعدت كثيرا ولكن كان لها دور ضعيف في هذا. طيب. الصدد. مشاهدينا الكرام، ضيوفنا في نهاية تغطيتنا لحصاد العام ل 2021، أتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد السلام الطائي، حدثنا عبر سكايب من ستوكهولم. شكرا جزيلا دكتور. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات الأستاذ عادل الخزاعي. شكرا جزيلا لحضوركم هنا أستاذ عادل. وشكر موصول لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.